أخيرا في قرطبة ممكن تيجي على الأقل وبجوار الأثر الأساسي ليه فتى قريش صقر قريش عبد الرحمن الداخلي أول مسجد كبير يقام في الأندلس. المسجد ده بناه عبد الرحمن الداخل وبعدين حكام كتير كل شوية يجي حاكم بعد شوية كده كل 100 سنة يوسع إلى أن اتزقينا فتحول إلى كاتدرائية ثم دلوقتي أوكي. وتعالوا عندنا مصر حلو والله وتعالوا ما بيجوش ليه ثم تحول إلى كاتدرائية لكن دلوقتي هو بقى متحف مش عارف أبدأ منين لكن هنا لابد نحكي قصة عبد الرحمن الداخل الذي فر هاربا من دمشق هنبدأ نخش بقى حتة حتة ونحكي الحكاية بالراحة مسجد كما شايفين عملاق والفسقية دي أو النافورة دي كانت مكان للوضوء هي الحكاية كبيرة زي ما قلت لكم لكن احنا هنا في المكان ده في اللقطة دي اللي بنعملها بنحكي حكاية واحد اسمه عبد الرحمن الداخلي من الأسرة الأموية هو حفيد هشام بن عبد الملك بن مروان كان موجود في دمشق في سنة 132 هجري أطاحت الدولة العباسية أو العباسية بالدولة الأموية وعملوا عمايل حقيقة في منتهى الصعوبة وفي منتهى القسوة وكان في دماغهم فكرة أنه ما يفضلش ولا أمير أموي حتى لو قد كده فطاحوا في كل الأسرة الأموية أتاري الحكاية فيها نبوءة فأنا عايز بقى أقعد في حتة جوه المسجد أو اللي هو بقى كاتدرائية أو اللي بقى متحف دلوقتي وأحكي لكم الحكاية كلها لأن الصورة هنا هتشغلكم عن الحكاية فأنا هطلب من الأستاذة هبة شلبي إنها تصور المكان كله وتقدمه لحضراتكم ثم نجلس في المسجد جوه أو الذي كان مسجدا ونحكي حكاية عبد الرحمن الداخل اللي قال عليه عدوه أنه صقر قريش يا هبة تعالي لك أن تتخيل أن كان في واحد من 1000 سنة بيقعد هنا يتوضى عشان يصلي ده اللي عمله عبد الرحمن الداخل في الأندلس بعد فتوحات موسى بن نصير وطارق بن زياد شيء رائع يعني ويعني كويس أوي إنه متحافظ على ده الناس كانت تقعد هنا وتتوضى مية حلوة عزبة جميلة جدا تعالوا بقى نخش جوه ونشوف ايه الحكاية احنا بقى داخل المسجد الكاتدرائية تحفة دي في تحفة قدامنا صدقونا عبد الرحمن الداخل جاب تقريباً 1200 حاجة 1300 عمود جابوا من كذا حتة في العالم وموجود منهم لغاية دلوقتي 800 وحاجة في المدخل هنلاقي 800 وحاجة عمود موجودين لغاية دلوقتي والغريب كمان ان الاسبان مسمينه لا مسكيتا يعني مسجد المسجد الجامع بقرطبة ما غيروش اسمه ودي ملحوظة غريبة شوية
بس الراجل انا لما دخلت انا اعتبرته مسجد آلهة الجزمة، زعقلي جامد قوي، بس الحمد لله انا ما اعرفش اسباني، ما اعرفش قال ايه، فقال لي ماما البس الجزمة، لبسنا الجزمة. انت هنا هتتفرج على الصورة. على فكرة عبد الرحمن الداخل لما خده كان فيه كاتدرائية، لكنه اتفق مع اخواننا المسيحيين اللي كانوا موجودين وقتها، قال لهم انا هشتري منكم الكاتدرائية واعمل مكانها جامع، عشان ده مبني فوق صخرة في قرطبة، صخرة كبيرة كمان، ومقابل دوت كمان هتدفع لكم تمن، وفي نفس الوقت هصلح لكم كل الكنائس اللي باظت في الغزو لما حصل مع عبد الرحمن ومع موسى بن نصير ومع طارق بن زياد، حصل طبعا حاجات كتير. فقال لهم كل الكنائس اللي انا اللي باظت في الاندلس انا هصلحها، في مقابل ان انا اقدر ابني على الصخره دي المسجد. وفضلوا مسميينه مسجد، دي حاجه ملفتة جدا. يعني زي ما انتم شايفين هنا بقى الصوره بتتكلم بكل اللغات، فيعني عايز اقول لك انه عبد الرحمن الداخل ما اغتصبش الارض ولا هد كاتدرائيه، واشتراها وصلح كل الكنائس اللي موجوده في المنطقه. فانا هسيب الصوره هنا تتحدث عن نفسها، والمكان زي ما انتم شايفين كل يعني شبر فيه في شغل. ليه بقى؟ لانه عبد الرحمن الداخل بنى، وبعدين ولاده جددوا وطوروا ووسعوا، وبعدين الاسبان لما في فترات خدوا قرطبه ورجعوا تاني جددوا ووسعوا، وشاء القدر انه ما يتهدش. يعني ما حدش فكر انه يهدوا، بالعكس كل ما بيجي فتره حكام بيجددوا فيه، وزي ما انتم شايفين كده حاجه يعني. لما نيجي نقول في تاريخ عبد الرحمن الداخل نقول ايه؟ نقول ان عبد الرحمن هو حفيد هشام بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان، مروان بن الحكم، دول ولاد عم ابو سفيان، لكن كلهم كده بني اميه. تمام، يبقى عرفنا مين عبد الرحمن الداخل من بني اميه. لغاية سنة 132 هجري كانت موجودة الدولة الأموية اللي أسسها معاوية بن أبي سفيان، وجم العباسيين شالوها سنة 132 هجري، وكان قائد العباسيين في هذه الفترة هو السفاح، اسمه كده لقبه كده، لكن الأهم منه جه بعديه أخوه أبو جعفر المنصور، وتأسست الدولة العباسية. الحكايه دي ممكن نحكيها في حته لوحدها، حكايه تاسيس الدوله العباسيه بعد الدوله الامويه، والافعال المتوحشه الحاده اللي عملها العباسيين. لكن من ضمن الافعال دي بقى ان هم قرروا انه ما يخلوش ولا واحد امير من بني اميه، ودي حاجه غريبه جدا. لا مش غريبه ولا حاجه. ليه؟ لان هم كانوا بيؤمنوا بالاحلام والنبوءات والحاجات دي. فايه اللي حصل؟ ان حد حلم ان بني اميه اللي في المشرق هتتزال الدوله دي، وهيطلع من المشرق ده اللي هو احنا بنتكلم في دمشق والعراق والحتت دي كلها، هيطلع من بني اميه فتى يروح المغرب ياسس دوله لبني اميه. مواصفات الفتى ايه؟ انه اسمه عبد الرحمن في الغالب، وانه هو الفتى ده هيبقى ليه شعره ناعم كده وجميل، وليه ضفاير، كانوا زمان العرب بيعملوا ضفاير. ففضلت النبوءه دي عامله هرش مخ لمين؟ للعباسيين، وفي نفس الوقت لبعض الامويين ان هم عايزين يبقوا هم الشخص ده، منهم عبد الرحمن بن حبيب اللي هنلاقيه في الاندلس لما يروح له عبد الرحمن الداخل. كويس، فقتلوا كل الاطفال والشباب. عبد الرحمن هرب وراح عند الفرات كده قعد، جم العباسيين عرفوا مكانه، وهو واخوه هشام اخوه الصغير. فلما العباسيين عرفوا مكانه قدر يفلت بالليل يهرب يطلع على الفرات، ورمى نفسه في الميه هو وهشام اخوه، وقعدوا يعوموا يروحوا الناحيه التانيه، كانوا العباسيين وراهم، وهم في نص الميه هو اخوه
وسبع عيلته كلها هناك. العباسيين الجنود قالوا لهم تعالوا لكم الامان مش هنعمل لكم حاجه. فاخو تعب وهو بيعوم قال لهم ما بيدونا الامان، والعرب عندهم الكلمه دي، الكلمه دي مهمه، يدونا الامان على عبد الرحمن. قالوا لا ما تامن لهمش، ما تروحش. لكن هشام كان تعب وصدق الجنود فراح راجع تاني. هو رجع الشط وعبد الرحمن في الميه شافهم وهما بيقتلوه قدامه اخوه هشام. وبدات رحله عبد الرحمن الداخل الهروب الكبيره من دمشق او من الفرات من العراق الى الاندلس. يعني معلش هوقف الحكايه بس اوريكم حاجه زي ما انتم شايفين. المدخل ده والرسومات دي والعرائس دي كل دي حاجات اسلاميه بحته. والمدخل هو زي ما انتم شايفين، والعمدان دي اللي جايبها عبد الرحمن الداخل ال 1200 او 1300 عمود جايبهم من اشبيليا وبعد جايب من القسطنطينيه. مدخل انت ما داخل جامع، بس بقى مع الوقت هتلاقي رسومات وصلبان وحاجات زي كده. لما رجعوا الاسبان خدوا المكان عملوا دوت، بس سابوا ده. انت لو شفت الشكل ده هتلاقيه موجود عندنا في مساجدنا كلها في القاهره، نفس الشكل ده اللي فوق ده. فعبد الرحمن هرب راح ليبيا ومعاه مين؟ معاه شخص واحد اسمه بدر مولاه، يعني تقدر تقول خادمه او سكرتيره ولا ماشي معاه. قعد في ليبيا 5 سنين هربان وخايف من بتاع تونس. بتاع تونس عايز اللي هي القيران، خايف من عبد الرحمن لانه عارف انه موجود بس مش عارف هو فين. هيحصل بقى ان عبد الرحمن هيخرج من ليبيا يروح المغرب عشان عيله امه من هناك. امه كانت اما من الامازيغ ومن هناك، فعيله امه كانت هناك فراحت حما فيهم، لكن مش مطمن. فهنا بقى بيجي دور بدر اللي هو المولى بتاعه، عمل دور جبار. وادعوكم لمشاهده مسلسل صقر قريش حال جمال سليمان محمد مفتاح، وفي ممثلين في منتهى الجمال ومعمول بمنتهى الروعه من حيث المزيكا والسيناريو والحوار والملابس وكل حاجه. بيبعت بدر الاندلس يقول لهم الداخل عبد الرحمن موجود اموي وليهم امويين هناك وممكن يجي هنا وتنصبوه امير وحاجات زي كده. فبيقدر بدر ان هو يقنع الناس اللي هناك. مش عايز اقول لكم اسماء كتير وسنين كتير، لكن المهم ان هو بيروح المغرب عبد الرحمن فردا لوحده، بيركب مركب ويعدي فوق لوحده، يروح الناحيه الضفه الثانيه يلاقي بدر مستني. ياخدوا بدر ويبتدي يتكلم بقى مع القبائل اليمنيه والقبائل اللي موجوده هناك، وكل القبائل بيحيوه. لدرجه ان بقول لك في بعض الفتوحات وهو داخل يفتح المنطقه ديت الاندلس، يعني كان المسك اليمنيين اليعصوبي اسمه واليحصوبي قالوا له ده عبد الرحمن ده جاي، ده جاي شو ياخد بقى امير، انما لو الحرب شدت هيجري لانه حصان جامد جدا، يعني معاه حصان بيجري بسرعه سريع زي الريح. فعبد الرحمن عرف الحكايه فراح للراجل الشيخ اليمنيين ده وقال له انا الحصان بتاعي بيجري بسرعه وده هيخليني ما اعرفش ارمي السهام كويس، فممكن تديني البغله بتاعتك وتاخد الحصان بتاعي. فالراجل قال لك ده الراجل ده مش ناوي يهرب، ده بياخد البغله ويسيب الحصان، فاحنا لازم ننضم له. ومن هنا بقى هتلاقي لعبد الرحمن حاجات كتير جدا بالتفاصيل الصغيره دي اللي تبين لك احنا بنتكلم على شاب عنده 22 23 25 سنه لكنه امير اموي ومتربي تربيه كويسه جدا. مربيه مين؟ مسلمه ابن عبد الملك. مسلمه ده برضه من القواد الامويين المهمين جدا اللي عملوا فتوحات عظيمه جدا، وحكم يمكن ما يقرب من يمكن 18 19 او 20 سنه، يمكن حكم 20 سنه، وده كان اخر الامراء الامويين الكبار في المشرق، لان هنلاقي بعد كده امراء امويين كبار في المغرب في الاندلس.
قدر عبد الرحمن بذكائه وبموهبته ان هو يسيطر على القبائل هناك. عارفين عبد الرحمن ده حكم فترة طويلة اكتر من 20 سنة، قام عليه 25 ثورة على عبد الرحمن الداخلي، لكنه قدر يتغلب على ده كله. ثم حط جذور الحضارة العربية اللي هي زي ما انت شايفينها كده. اول ما بنبدأ هتلاقي بعد كده بقى في قناطر وفي سوائي معمولة وفي حضارة كبيرة جدا بتحصل في بلاد ما كانش فيها الحاجات دي. الأثر اللي انت شايفينه دي حضارة، معمار كبير جدا، اول معمار اتحط في الأندلس، مع اللي هنشوفه من السوائي والجسور القناطر اللي موجودة هنا. ليه قصة لطيفة مع عمنا أبو جعفر منصور. برضو أبو جعفر منصور حاكم عباسي له باع كبير، لكن هم كانوا بيقتلوا اللي بيجيبوهم السلطان، مش عارف ايه الحكاية دي. يعني أبو جعفر برضو من الناس قتل أبو مسلم الخراساني اللي هو مهد للدولة العباسية اللي حكمت مئات السنين، قتلوه برضو. هتلاقي برضو في عبد الرحمن الداخل علاقته ببدر مش كويسة في الآخر، هينفيه. بدر اللي عمل له كل حاجة واللي حب القائد العسكري بتاعه واللي عمل فتوحات عظيمة في الأندلس وهيعمل وهيعمل، بدر هينفيه برضو في الآخر. ايه بقى الملمح اللي ما بين عبد الرحمن وابو جعفر؟ عبد الرحمن أموي وابو جعفر عباسي ضد بعض، لكن بعت له جيش بقيادة ابو العلاء الحضرمي عشان يتخلصوا من عبد الرحمن الداخلي، لكن عبد الرحمن انتصر عليه. فهو كان موجود في مكة، أبو جعفر منصور جاله الخبر، قالوا له عبد الرحمن انتصر على الحضرمي. فقال لهم قتلنا أبو العلاء دوت أو العلاء الحضرمي، احنا قتلناه عشان بعتنا للراجل ده، الراجل ده صعب واحنا ملناش فيه مطمع، مش عايزين منه حاجة، والحمد لله ان بيننا وبينه بحر. ده ملمح ما بين ابو جعفر اللي هو كان قوي جدا لكنه كان شايف ان عبد الرحمن ده برضه في منتهى القوة. في ملمح تاني، هو قاعد مع اصحابه فبيقول لهم عارفين مين هو صقر الملوك؟ فقالوا له مين؟ انت اللي عملت وسويت والحاجات دي كلها. قال لهم لا ما قلتوش حاجة. قالوا له طب معاوية؟ قال لهم لا مش معاوية. طب عبد الملك بن مروان؟ قال لهم لا، صقر قريش هو عبد الرحمن الداخلي، لأنه راح لوحده، دخل مملكة لوحده وبنى جيش لوحده وفتح فتوحات لوحده وحقق انتصارات عملاقة وحده، إنما معاوية كان ممهد له الخلفاء الراشدين. هو بيحكي يعني أبو جعفر المنصور، معاوية ممهد له فلان وعم ملك بن مروان ممهد له معاوية بن أبي سفيان و و و و، إنما ده ما حدش عمل له حاجة خالص. فهو ده صقر قريش. عبد الرحمن الداخل حكايته كتيرة جدا جدا، ووجوده في التاريخ وجود جميل ومشرف، وحقق للعرب حاجات، ثبت الأندلس، لأن احنا كنا فاتحين الأندلس من أول دخلها بعد 30 سنة. لكن كان في حاجة فيه مؤدبة جدا، هو دلوقتي في المغرب يعني فوق في الأندلس، هناك في بغداد الخليفة العباسي. طب هو بقى بيعمل هناك ايه؟ ايه دي؟ ايه المكان ده؟ تبع مين ده؟ قال لك دي إمارة أموية. ما سماش نفسه خليفة، ما سماش نفسه خليفة. فضلت أسرته تحكم أكتر من 200 وشوية سنة، أسرة عبد الرحمن الداخلي. هنحكي بقى ده كله بعدين، بعد كده تسلسل التاريخ. لكن في ملمح برضو غريب، العربي عربي برضو، يروح شمال يروح يمين. بيقول لك إن عبد الرحمن الداخل بعد جاب نخلة من جزيرة العرب وزرعها في البيت بتاعه، وكان يقعد يقول لها انت وحيده وانا وحيد، ويقعد يكتب فيها شعر في النخله، والشعر ده موجود في الكتب ارجوكوا تقروه، شعر جميل جدا. هو بيقول لها انت وحيده وانا زيك وحيد، مع ما عمل ملك عظيم لكنه ظل يحن الى دمشق والجزيره واصله العربي. في حاجه ثانيه
ملمح برضو للقائد. وهو بيصلي مرة في ناس وخارج، ففي واحد جه وقف قال له أنا محتاج كذا وكذا 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 وكذا، قال له حاضر أعمل لك اللي أنت عايزه، بس بعد كده لما تعوز حاجة اكتبها لي في ورقة عشان ما تعرضش نفسك إنك تقول قدام الناس إنك محتاج حاجة. يعني كان حاكم عادل جدا، يعني كان حاكم. الملامح دي بتبين لك الشخصية، الشاب اللي خرج من دمشق من العراق من الحتة دي ونزل ووصل للأندلس، ليه عمل دولة؟ لأنه في ملامح، لدرجة أنه في بعض المعارك، معركة مثلا خلصت والعدو هرب مشوا، وهو يقدر يحصلهم ويفنيهم. فاللي معاه قالوا له احنا لازم نقتلهم دول كلهم، قال لهم لا لا سيبوهم، ما تستأصلوش شقفة الناس اللي ممكن يبقوا أصدقائكم على أعداء أشد منهم، أنت فاهم؟ لأنه كانوا المسلمين مش هيحاربوا بعض. يقولك طب أنت هتقتل الباقيين، طب ما جايز إحنا نتحد ونواجه جهات تانية أخرى اللي هم العناصر التانية اللي هم القوت والحاجات دي كلها. فيعني أنا أمام قائد له قصة روت لكم منها ملامح. إحنا مش بنحكي التاريخ، احنا بندي فكرة عن التاريخ. بطل عربي عظيم عمل أسس كيان مهم جدا موجود من الجامع ده، خد بالك قعد قرنين، يعني ما خلص في عهد عبد الرحمن، كان عبد الرحمن مات، ما خلص في عهد عبد الرحمن، لكن ولاده كملوه ولاده كملوه. ده سيد الأثر بيقول ان احنا كنا هنا. فتبقى الرؤية بقى اللي اتشافت من بدري قوي عن عبد الرحمن الداخل ثلاث حقيقية: الفتى اللي اسمه عبد الرحمن، ابو ضفاير اللي حيروح من الشرق بعد ما تتهد الامارة الاموية او الخلافة الاموية في دمشق، ويطلع على المغرب، يطلع من المغرب على الاندلس يعمل امارة اموية. كان عبد الرحمن الداخل مش عبد الرحمن بن حبيب، يبقى الرؤية كانت صحيحة. ثم بقى زي ما قلت لكم انه كان رجل يعني ذكي ولماح، لانه ما عملش سمى نفسه امير الاندلس، ما سماش نفسه خليفة المسلمين. بعدين بقى هتخلص الامارة دي بعد حوالي 200 او 300 سنة، وهتبدأ الخلافة الاموية لما تنهار او تتفكك الدولة العباسية. فهيجي الخليفة بتوع الاندلس بقى يقولوا الله، طب ما هو الخليفة هناك منهارة الدولة العباسية، احنا نقدر بقى يبقى عندنا خليفة. فتنشأ من جديد حاجة اسمها الخلافة الأموية في الأندلس. عبد الرحمن الداخل كل القصة دي هو 59 سنة منهم 19 سنة فتى بيتعلم وبيتدرب في الأصول الحكمة في دمشق والعراق، ثم 6 سنين في الهروب حتى وصل إلى الأندلس، ثم حكم الأندلس 34 سنة أميرا على الأندلس. هنقعد هنا 100 سنة بعد يعني منهم ال 34 دول، ونكمل 100 سنة، يبقى ده العصر الزاهر بتاع الدولة الأموية في المغرب في الأندلس. العصر الزاهر 100 سنة، بعد كده بيبقى فيه عصر تراخي شوية حوالي 60 سنة، ثم يجي عصر التأسيس للخلافة الأموية. لكن كل ده أصله مين؟ أصله رجل خرج من هاربا من العراق حتى وصل للمغرب، معاه بدر مولاه وكونوا أسسوا الدولة. مات عبد الرحمن الداخل يعني في سريره زي ما بيقولوا، ودفن في قرطبة.